من جانبه أشاد سعادة السيد أحمد الحداد عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس في مداخلة هاتفية بنشرة سابقة، أشاد بمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله بتعويض الصيادين البحرينيين المتضررين وحرص جلالته على توفير حياة كريمة لكافة المواطنين. نحن في السلطة التشريعية نثمن عاليا ونقدر هذه اللفتة الإنسانية الكريمة من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه بتقديم المساعدة والدعم المالي السخي للصيادين من المواطنين، فكما عودنا دوما بالوقوف مع المواطنين ومساعدتهم وتقديم كل العون الذي يحتاجون إليه. إن هذا الدعم المالي للصيادين البحرينيين الذين تعرضوا إلى مضايقات في أرزاقهم ومعيشتهم من دولة قطر قد أدخل السرور والبهجة على قلوب هؤلاء المواطنين وعائلاتهم، وإن هذا الدعم المالي بدون شك سوف يساهم في تحمل أعباء الحياة وتسديد التكاليف الخسائر التي تعرضت لها هؤلاء الصيادين بسبب الإجراءات القطرية.